في جنازة عسكرية مهيبة، شيع المئات من أهالي قرية مشتهرة التابعة لمركز ومدينة طوخ جثمان الشهيد اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذي استشهد أثناء إنقاذه لأرواح الركاب بمحطة مسرة بمترو أنفاق شبرا الخيمة. تقدم الجنازة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء فخر العربي مدير الأمن وعدد من قيادات وزارة الداخلية. واللواء الراحل كان له أدوار بطولية في السكة الحديد، حيث قام عندما كان يشغل رئيس قسم شرطة ضواحي السكة الحديد عام 2016 بالمخاطرة بحياته عندما اقتحم عربة قطار لإطفاء الحريق الذي اشتعل بها وقام بإنقاذ المسافرين.